السلام عليكم أعزائي وعزيزتي المشاهدات والمشاهدين والمشاركات والمشاركين في قناة فضاء زينة للطبخ والجمال. اليوم غنقدم لكم وصفة جد رائعة ولذيذة كتحمل وجه، يمكن لكم تحضروها للأهل والأحباب والضيوف الغفلة. هذه الوصفة هي بسبوسة معلقة ببقايا ورقة الفيلو أو البصيلة مسقية روعة في المذاق والمنظر. كنتمنى تنال إعجابكم وكنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بألف صحة وخير إن شاء الله. كنتمنى يزول هذا الوباء بإذن الله بخروج رمضان إن شاء الله. أعزائي وعزيزاتي كنتمنى تعجبكم وتجربوها، خليوا لي إعجاب وتعليق باش نقدم لكم الجديد والأفضل دوما. شجعوني أكثر، شاركوا الفيديو مع أصدقاء والأهل والأحباب ديالكم. لباقي ما اشتركتش في القناة استدعمني وتشارك فيها وتضغط على الجرس باش يوصلها أي جديد. ومرحبا بكل المشاركات الجدد، وشكرا لكل المشاركات القدامى الداعمين لي بتعليقاتهم وإعجابهم ومشاهداتهم. اليوم كما كتشوفوا كنتمنى تجربوا هذه البسبوسة الرائعة في المذاق. أنا عملتها بورقة الفيلو حيث كانت متواجدة عندي، يمكن لكم تخدموها بورقة البسطيلة أو بقايا ورقة البسطيلة، يمكن لكم تخدموا أيضا بورقة الفيلو مقطعش. أنا خديت ورقة الفيلو بقايا ورقة الفيلو قطعتها على شكل طولي ورقيقة شوية وقطعتها وحطيتها قبل ما نستعملها. كنتمنى تجربوا هذه البسبوسة بإذن الله، وأنا متأكدة غتنال إعجابكم بنكهتها المختلفة والمنظر ديالها المختلف. كنحتاجو بإذن الله في هذه البسبوسة العبارة ديال كل المكونات، بكاس العنبة اللي كنعرفوه اللي كنعبرو بيه، كنحتاجو كاس ديال العنبة ديال السنيدة حبيبات كما كتشوفوا، كاس وربع ديال الكوك، كاس ديال الحليب، كاس ديال السميدة متوسطة، وكاس ديال الزيت، ثلاثة البيضات، ورقة الفيلو كما قلت لكم قبل مقطعة على شكل طولي. كنجيبو الخلاط اللي غادي الخلاط الكهربائي اللي غادي نجو فيه العناصر ديال البسبوسة ديالنا المعلكة. طبيعة الحال كنحتاجو أيضا في هاد الوصفة خمارة وحدة. كناخدو ثلاثة البيضات كنوضعوهم في الخلاط الكهربائي، كنضيفو ليهم السنيدة حبيبات كما كتشوفو. أنا ما غنستخدمش الفاني حيت غنستخدم روح الزهر، يمكن ليكم نتوما تخدمو أي نسمة بغيتوها، تخدمو روح الحامض أو روح البرتقال أو فاني ديال الزهر أو روح الزهر على حسب الرغبة ديالكم نتوما أو روح الفاني. يمكن ليكم ضعفوا المكونات، أنا بغيتها تجي شوية رقيقة ما ضعفتش المكونات ديال البسبوسة. نتوما كان عندكم مول أكبر يمكن ليكم ضعفوا المكونات. كنخدمو المكونات مع بعضها في الخلاط الكهربائي، كنحتاجوش وقت كثير. كنضيفو كأس ديال الحليب كما كتشوفو ديال العنبة، كنعاودو نجو العناصر في الخلاط الكهربائي ديالنا. ثم كنضيفو بعد ذلك روح ديال الزهر او ماء الزهر الممتاز، جوج ملاعق كبار كما قلت لكم، قلت تقدروا تستعملوا اي نكهه او نسمه بغيتوها. وكنضيفوا بعد ذلك خماره واحده، و
مركز ديال السميده المتوسطه. بالنسبه للكوك او جوز الهند كنخليوه للاخير، نخلطوه يدويا، ما نحتاجوش نديروه في مولينيكس او في الخلاط الكهربائي. كنوجدو المول اولا اللي غنديرو فيه البسبوسه ديالنا، كندهنوه بالزبده وكنخليوه جانبا. ناخذ واحد الاناء اللي غادي نوجدو فيه العناصر اللي خلطنا بالخلاط الكهربائي، نصبو فيه العناصر ونضيفو كاس وربع ديال الكوك ديال العنبة، عبار العنبة. كنمزو العناصر كما كتشوفوا، البسبوسه هذه كتجي خفيفه، ما كتجيش العجينه العاديه ديال البسبوسه، كتجي خف من العجينه العاديه ديال البسبوسه. كما كتشوفوا فرقنا ورقه الفيلو في المول ديالنا، يمكن لكم تستخدموا اي مول دائري او على شكل قلب او مربع. حجم ديال هذه المقادير كيكون المول ديالو صغير، الا بغيتوا ديروا كبر او تجي غليظه يمكن لكم تضبلوا المقادير ديال البسبوسه. كنوزعوا ورقة الفيلو على كل الفراغات اللي كاينين في المول حتى كيكون الوجه ديال الصفيحة كله مغطي بورقة الفيلو ومقاد باش ما تجيش هي طالعة وجهة نازلة. وبعد ذلك كنقومو بصب الخليط ديال البسبوسه على كامل الوجه، واكيد ان الوقت الفيلو كتشرب داكشي اللي درناه شويه جاريه. احترموا غير المقادير، كنقادو الوجه ديال البسبوسات وكنغطيو كامل ورقة الفيلو بالخليط في هاد الأثناء. كنشعلو الفران بحرارة متوسطة كندخلو البسبوسة ديالتنا، نخبطو بها باش يتقاد من تحت ومن فوق. بعد ذلك أعزائي وعزيزتي كما كتشوفو دخلنا البسبوسة ديالنا للفرن متوسط الحرارة بعد ما سخناها قبل ما ندخلوها، كطيب. من بعد ذلك نحمروها ونخرجوها. كنوجدو القدر او الشربات او السيرو، كاس ديال السنيدة، كاس ونص ديال الماء، ملعقة من الكليكوز الى كان عندكم، شوية ديال نكهة الفاني او الزهر. كنغليهم حتى كيختاروا. بعد ذلك يا اما يكون هو بارد ونسقيو البسبوسة سخونة، يا اما تكون البسبوسة باردة ويكون هو قطر سخون.
أعزائي وعزتي المشاهدات والمشاهدين، بعد ذلك مسقناها مزيان، كنقوم بتزيينها بطريقة اللي حبينا. أنا بغيت نزين بطريقة بريستيج، زينتها بالكوك محمر، كوك عادي وكوك بنكهة البيستاش وقطع المشمش اليابس. كنتمنى كان إعجابكم إن شاء الله. غنقوم بطبيعة الحال بتقطيع قطعة صغيرة ونوريكم كيفاش كتكون. كنصحكم بأنكم تسقيوها حيت الطبقة السفلية ديالها كتكون فيها الورقة، خاصها تسقى، ومن فوق كتجي معلكة بالكوك كما كتشوفوا. كنقطعو قطعة وكنسقيوها بالشربات أو القطر أو السيرو خاطر، وكنقدموها لحبابنا وعائلتنا ولمن بغينا كما كتشوفوا. أعزائي وعزيزتي، كنتمنى هذا الفيديو نال إعجابكم. شكرا على حسن المتابعة والمشاهدة. يبقي مشترك في القناة، يدعمني ويشترك في القناة وتضغط على الجرس. شاركوا الفيديو مع الأهل والأصدقاء ديالكم، ضغطوا على جيم إعجاب، خليوا لي تعليق باش تدعموني وتشجعوني أكثر باش نقدم لكم الجديد والمزيد إن شاء الله. كنتمنى بسبوزتنا إعجابكم. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء أعزائي المشاهدين إلى فيديو آخر.